تقرير شامل عن وضعية أنابيب نقل النفط والغاز والمنشآت الكبرى الخاصة بهذه الصناعة في الجزائر ستعده وتقدمه سلطة ضبط المحروقات لوزارة الطاقة والسلطات العليا، يتضمن حسب الأولوية والترتيب المركبات النفطية والغازية الضخمة والأقل حجماً وإمكانية أن تتحول إلى تهديد حقيقي على السكان والبيئة، حسب رئيس سلطة ضبط المحروقات في تصريح لشرق نيوز. لا يراش راهي تنجز في تقرير احنا نعطوه للوزير، فيه احصاء تقريب كاع المنشآت البترولية من انابيب، من مستودعات، من محطات، من مصفات، على حساب ونكلاسيوهم، يعني نديروا لهم على حساب درجة الخطر، على حسب درجة الخطر نكلاسيوهم. نبداو بالانابيب باسكو الانابيب هما اللي فيهم بزاف يعني اثار تاع، نبداو بالانابيب ومن بعد نروحوا للمنشآت الاخرين. من بعد قال كما هي التدابير اللي ناخذوها، قال في حالة لتفادي الخطر، مثلا ساعات ما نقدروش نتفاداو الخطر، ساعات يسرى الخطر، وكي يسرى الخطر يعني كيفاش نكون يعني باش تكون لا رابيديتي دانترفونسيون. نفس المسؤول كشف أيضا عن انتهاء مجمع سوناطراك من تنظيف معظم آثار التلوث بالنفط التي مست عددا من آبار المياه في وادي سوف بعد الحادث الأخير. يفو سافوار كو الأنبوب تريبارا يعني راه يمشي، ما كاش آثار، تقريبا ما كاش آثار تاع الانفجار، الحمد لله يعني لي زيكيب تاع سوناطراك هما مشكورين، يعني داروا خدمه الله يبارك، يعني في وقت فريمون موجز. ثانيا مثلا بالنسبه للبيئه، دونك هما يرفدوا في هذاك البترول بلو تقريبا راه رفدوه تقريبا كاع، بقات تنظن اربع ابار مازال فيها تمت معاينه واحد 70 ابار، فيها واحد 14 اللي نقاست، اللي دركا قعدت واحد الربعه، دونك يعني العمليه راهي تسير يعني في احسن ما يرام. صناعة النفط والغاز أصبحت مخاطرها عالية منذ السنوات الأخيرة بالنسبة للكثير من الدول، وازدادت حوادثها بشكل ملفت للانتباه، وفي الجزائر لا يوجد لحد الآن تقييم شامل دقيق للمركبات العملاقة لإنتاج المحروقات يتنبأ بمدى الخطر الذي قد تشكله في أي لحظة.